السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وايد السلام يا حبابي. ملك استاذ دوني دك تشوكتان وولا شين اما الشيخ هل كان نقدا ونيسان اما نغلا سعوتان واتشانل كاما الكوكين سودو واذا قع مفرن ايو قلبي فرن بكو سودو واذا هدايو تاي مركو وهريس تشانل كاما الكوكين وحان كليه سبسكرايب كتابو قم بليل كفرسو كوكو سودو وحول بانسو قلينو بإذن الله. أن أحبابي ما توحروا إن إذن كذا فائدة بإذن الله تعالى قبلها سود الماء مسهوية ذا مركي أموشة على وقون نظيفين يو رحمك كو مهمة ديد وحيت هاي أن دلنك قبلها دلنك أد بي صور صدان إن شاء الله تعالى هرت إلهي عافية أنت إلما يكسو تلمين إلهي عافية إن شاء الله تعالى مركو حائل انتو الصياب بإذن الله تعالى قيد يرقو مداوات أو آد عووناك سن رحمك حدان انتا لان قيد كائل انتو سن هو يدا مركي سود لانتو أما إلمها أو سود عسو وقتي يس أسوان قارن انتا بدن وحلو يقانا مسكارجك بل إلا أفر بل إلمها لكن حدي انتو روح دلو أفوف أو نقاقو إلمها سحو نقونا إلمه وين مركو هو يدا انتا بدن والاقا فوليا هو يدو والغا فوليا المهي سي عاد ايه قد رأيسا لكن سي المها مركي وهو يدو الرحيمك اما مكانك سا اوتقاينا لحديس او كود المو وحي كلاوك كل مكارتو لباتوين فربادان لباتوين كاس اي كمي تهي اني هو يدو ليقبح اوكينو انو رحيمكي او لباتي قارسيو لو ويبا هو يدو والوصو كلين قرين كرا حديد اختار كمركو كوي راهدو وحالغاسو ساريا وسخدي كوكو حرتي كو وصغده سوحي كيني كرتا حدين لغان نذي فيون وايو إلما حدن بقو ماشا قلو إنو حدو حدنا أوصو نغضو محاسة بابي محاسة أولاي ده وحاسة أولاي هاي إن ماشي وحاكو هاري حوب حوب كاير وحالاقي يابا إنو لباتو ينفربادن أكلا كولنتيد كو محاكمي ده إنو رحيمكي إنفكشن أوقاضو أو لباتو يعني هير أدقاديد إن حدنا مرلوات إنت الدكتر كلو وعليو لو قليو قلب وين اما تياتر كالغو سوحيو لغاسو كيلين قريو مركة تاسو نمو حكاقة سهلن اديغو هدي لغو يراهد إلماها انت بادن هدو قارو لو بلوت سدح بلوت ما قليان مشينك قف كالغو سو كيلين قريو ولغو مسوحينو يو اديغو سو جيدو اياو حالو قلينا يا كنين كنين كاس او يعني حنون بادن آن اللهين حوغا حنون وليا طبعا وحو فرفرايا مكانك ايو فرفرايا كنين كامرك لغو قليو مرك حبابي كنين كاس وحو سمينا يا ان المها سير او ترتيب او سهلا ايو كاقا سو ساريا مركو المهي مك ورحيم كفرو ويلمهي سو دوادو هو يدوي دريميسا كدب المهي سي سهلا ايو قصو بحيا مركو المها كاس سو بحو كدب وحالو قو سمينا سيدا لو قمدينيو كمبيوتر ايو قصو ساريا كمبيوتر كاس مركي لو قصارو وحلو قصة مينا يا وح أنا حقتان وين الحين حقتان ويكرين أحباب تيدا وحير أو يعني حنقول قياسة وحير أطوب هانا يا لقى قصة كلين قرينا يا وسقديك وحرتي عنو جسدي سب مركو رحمك قال أحبابي وحقد هارن حب أما عنو جا حير هذا مسح وين هذا مفانتين حب كاس وإن لقى قصة صار رحمك حدان لقى قصة صارن لباس أيوكين كرا That's why marka hooyada marka kiniinka la galiyo loo yiraahdo waan fiirnaynaa inay meesha wax ku hareer iyo in kale qasbiyan in laga soo saara waxa yarka ah taas waa mid oo in laga soo kilingareeyo dhamaan ay tahay mid kale ilmaha haduu gaaro 4 bilood oo in soo bushgareen karin inta badan waxay sameeyaan inay soo kilingareeyaan dadna way suuxiyaan dadna ma suuxiyaan way ku soo kilingareeyaan waxay ka cararayaan dibaatada ka dambaysa oo hadhow ka iman karto waayo rahimka lagu sheegayo waa wax aad u khafiif ah wax aad sensitive waa wey mifantin infection yar hadduu gudaha rahimka uu galo inside ka hooyada halis ayuu gelin karaa haday ku harto wasakh hooyada waxa ku dhacayo qandho fara badan en wali qandhadaas oo ah bacda al-maghrib maalinkii oo dhandhigaagu kul yahay ma dareemays laakiin bacda al-maghrib aya dareemaysa qandho marka hadii dhaqtarkaagu uu ku yiraahdo waa lagu soo yani kiniin ayaa lagu gelinayaa ama ilmaha ka soo nadiifinayna hadiidin
dhibaato ka dambeysa oo ka imanaysa ayuu ka cararayaa. Halkaas waa xaggii dhakhtarka. Hooyada dhowr jir ayay soo dilantay, way soo dilantaa. Inta badan waxay yiraahdaan hooyada de hal mar dilanto, laba waa iska normal inay soo dilanto. Ma fahanta, ilaahay hanaga caafiyo dhammaanteenba. Hooyo aan soo dilmin waxaa u malaynaa way yartahay, way jirtaa laakiin way yartahay. Waxaan rabaa marka inaan idin tuso hooyada markay umusho kadib iyo hooyada markay dilanto kadib, mudaawaad yar oo raximkeeda ku kilin garayn karto oo nadiif ku noqon karo ogxaanta, wixii wasaq ku jiray everything oo macduurkeedii oo qurux badan ama periodkeedii oo qurux badan ay helayso biinillaahi tacaala. Hooyada hadda idin tusaya biinillaahi tacaala, waana wax sahla. Wadamada qaar haddaan laga helin waa dalban kartaa, haddii aad heli weydana wax kalood ku bedelato ayaan kuu sheegayaa. Inuu rogan tahay laakiin waa macjuun annisaa biinillaahi tacaala. Dhinaca kalena waa idinkugu qabanayaa. kartoonkii markaa ka furtid waxay ku jirtaa caag noocaas oo kale ah. Inaa aragtaana rajeyna caagaasay ku jirtaa insha allah, oo furkaa guduudan leh sidaasay u eg tahay. Haddana waxaan isla arkaynaa qaabkii gudaha ka sii tahay ayaan rabaa inaa idin tuso. Subixii waxaa ka cunaysaa qaadada yariista oo shaaha biinillaah, wakaa saas ayay u eg tahay. saas ayay u dareereysaa, waa aragtaan siday tahay. Marka warkayaan idinku sii badinin, waxaa idin dhahay waa inaa lix xabba ka cuntaa, kuuraha waa inaa dhammaysaa. Lix xabba markaa cuntid biidhnillaahi tacaala, hadday caadada kaa khalkhalsan tahay, hadday ilmo kaa soo dilmeen, hadii mar walba kugu soo noqday infection, waxaasoo dhan way kaa caawin doontaa biidhnillaahi tacaala. inta badan gabdhaha waxay yiraahdaan ma helno, haddaada helin waa dalban kartaa. Wixii dawo kuugu jiro waa ku qasban tahay inaad dalbatid, inaad dalbatid oo lagu keeno waa ku qasban tahay, waa ku caawinaysaa. Haddii aan waayo amaalay maxaan ku bedelan karaa oo inadiifin karo, waxaa ku bedelan kartaa qistul hindi. Qistul hindi qaabka loo isticmaalo waan kasoo hadlay, haddana waa idinkaga dhacayaa. Qistul hindi subixii qistul baxri ma ah, waa qistul hindi. Qistul baxriga wuu soo daahaa manaaficaadkiisa, laakiin qistul hindiga biidhnillaah dhaqso ayaa ku dawoweysaa, wuu ka degdeg badan yahay qistul baxriga. subixii markaas soo kacdid, dhowr nooc baa loo isticmaalaa. malabka sidan oo kale waa lagu qastaa, kan had iyo yaalo kale. midda kale waxaa la sameeyaa subixii markaas soo kacdid, koob biyaa lasoo qaataa oo qandaca qaadada yar. dadka qaar gaaska ayuu ku kiciyaa si uu yacni u dareento inuu gaaska u kicinayo. in kale qaadada yar fiideeda ayaa soo qaadaysaa, biyaha ayaa ku daraysaa, qaado malab ayaa ku daraysaa, waa ku laaqaysaa, waa cabaysaa adoo afkaa qaba. biidhnillaahi tacaala waad ku caafimaadi doontaa. midda kale waxaa la sameeyaa kiilo malab camalaa soo qaadaysaa, afar qaado oo qaadada yaryar oo qistul hindiga ku daraysaa, waa la dhiganaysaa. soo wax walba qaadaa ka cunaysaa. laakiin waxaa aniga markaan tijaabiyey igala manaafacaad badan, si aan caadi ahayn ugu manaafacaad badan. markii subax walba asagoo fresh ah biyaha lagu qasto hal qaadoo malab oo saafi ah iyo qaadada qistul hindiga, qaadada yar oo fiideeda weye, aad isku laaqaysaa. subixii aad cabaysaa bismillaah, bisinkii ayaad u qabanaysaa, ilaahay ugu caafi, adoo niyeysanayo in ilaahay kugu caafinayo insha allahu tacaala. waa walaashiin amaal sheekh oo idinkaga faa'iideynaysa maanta macjuunka. muxuu faa'iide u leeyahay? gudihiisana saas ayuu egyahay axbaabtayda. muxuu faa'iide u leeyahay? hooyada muxuu ka caawin karaa? hooyada soo dilantay dhammaan, ilaahay waxaan ka baryay inta xaamilooyinka inuu ilaahay ka dhiga afar indhood oo nabad ah. inta ilmaha ay kasoo dilmaan ay kasoo noqdaan, ilaahay iyagana waxaa ooga baryay inuu ilaahay siiyo bedel kheyr qabo iyo kuwo saalixiin ah insha allahu tacaala. inta awlaad la-aanta ayagana waxaan leeyahay ilaahayow sii awlaad saalixiina oo qurat acyun. awlaad awlaad ma aha, ilaahay ha siiyo kuwo saalixiina. intuu ilaahay siiyey annaga aan ku jirnana ilaahay nooga dhiga saalixiin. geed cisho dhaweed aan soo geliyey sawirkiisii, waxay dhaheen gabdhaha waan fahmi weynay, sawirkiisii keen amaalay.
صبركيس وإذن كينيا بإذن الله تعالى. إن قبل حاجة تكومنتي وقصة قرتي هايدة إنتي أرسي تأثيرك وكره بي إلمهي وقصة يعني قصة النقضي ودل أوس وإنتي إلمهي مرضا لكن أغاتي وحي سببي إنو جيت كاسيهي سكرين شوت أيان قصة قاضية أيضاً وأركيس المقع أيكو شيغيسي مقع أيكو شيغي المقع لميدة أيكو شيغيسي لكن تيرا معها ململنا معها ما فهمتين تيرا معها تيرها إن شاء الله ونكست حلقة أيان تيرها دمرك سيدو أوفي عيهي أيان أد أستقر لك لقدونا بإذن الله تعالى وحان قيابيا إن أدوح قصتي إلا ودان وتيرها آدان منافعاتك أوليهي دمرك هداد أغادن لهدين يعني ماشو يلا واحد وحن مرينا يا واحد كحرن لهدين مرو واتقرسن لهدين واتقنتن لهدين مكان نكست حلقة نكسو لك الدونا هو يد يدلانك إن شاء الله وولاشين أمال الشيخ وإنت أدين كغت ريسو إسأرك تدنب وحيزلة سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هدوكو عجبيي لا شرقري ولا شاء وصدقو وحالغي يا تطبضن أو لحن وصن ديلنك أما رحيمك إنفكشنك غصو نغضو إني كعافي ماذان أجر أياد كهليسا نغو صبير كو صبير شانلك أمال كوكين وحبضن أياد كفائد دونتا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.